بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى. لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها، والمشترى صلى عليه الله، صلى عليه الله في ملكوته ما عقب الليل النهار وأدبرا. وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا، وختامها عاد الكلام بما بدا، بأبي وأمي أنت يا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.